ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي يونت 2 للصف الرابع الابتدائي لغات. يونت 2 بيتكون من 2 ليسون. ليسون 1 بيتكلم على فورم اوف انرجي، هنعرف يعني ايه كلمة انرجي، وليسون 2 بيتكلم على الالكتريستي يعني عن الكهرباء. ليسون 1 يا جماعة بيتكلم على فورمز اوف انرجي اند زير تشينجز، يعني اشكال الطاقة وتحولاتها. هنعرف الأول يعني إيه كلمة energy. كلمة energy معناها ability to do work، يعني القدرة على بذل شغل. يبقى أنا عندي lesson 1 قلنا forms of energy معناها أشكال الطاقة، و their changes يعني تحولات الطاقة. هنتكلم الأول what is the meaning of the energy، ما معنى كلمة energy؟ هي ability to do work، القدرة على بذل شغل. يعني زي ما الولد زي ما احنا شايفين كده exert effort، بيبذل مجهود عشان يقدر يطلع السلم to go up the stairs، دي بنسميها energy. وبرضو هنا الولد اللي بيركب البايك العجلة برضو ده بنعتبرها انرجي. يبقى كلمة انرجي معناها ability to do work، ability to do work، القدرة على بذل شغل. هنتكلم بقى على forms of energy يعني اشكال الطاقة. طبعا الانرجي موجودة في حياتنا، موجودة في كذا حاجة. هناخد يعني ايه forms of energy اشكال الطاقة. اول حاجة potential energy، اول حاجة potential energy يعني طاقة الوضع. يعني ايه طاقة الوضع؟ دي بتفكرنا يا جماعة باللعبة اللي هي فيها الزنبلك او السوستة، ده بعتبرها دي صورة من اشكال potential energy يعني طاقة الوضع. energy stored دي طاقة بتتخزن في spring of any toy، السوستة بتاعت اي لعبة، وبنسمي ده مثلا التوي كار اللي في ايد الولد دوت، دي بنقول عليها potential، ودي بتعتبر stored energy. كلمة stored energy يعني طاقة مخزنة. يبقى potential energy معناها stored energy، طاقة مخزنة زي spring اللي موجودة في التوي كار اللي هي العجلة العربية بتاعت الولاد. تمام كده. تاني حاجة light energy، الطاقة الضوئية، ودي بتعتبر produced، بتنتج عن طريق electric lamp، اللمبة او الشمس. يبقى light energy produced from، بينتج من electric lamp and sun، electric lamp and sun دي light energy، الطاقة الضوئية. number 3 kinetic energy، الطاقة الحركية، ودي زي اللي بتنتج produced by electric fan من المروحة، هي طاقة حركية، والwashing machine والغسالة الكهربائية. يبقى أنا عندي forms of energy، خدنا أول شكل كان البوتنشيال زي اللي موجود في التوي كار. تمام كده. light energy produced from sun and electric lamp. number 3 kinetic energy زي اللي موجودة في الفان والwashing machine. number 4 اللي هي الهيت انرجي، الطاقة الحرارية، produced by heater اللي بتعمل من بتنتج من الدفاية. يبقى الهيت انرجي produced from heater، produced from heater من الدفاية. عندي electric energy الطاقة الكهربائية، دي produced by solar cell، بينتج من الخلايا الشمسية. احنا بنشوف الخلايا الشمسية solar cell ديت بتبقى موجودة على اسطح العماير والمباني، ودي بتعتبر produced electric energy، بتنتج طاقة كهربائية. يبقى electric energy produced from solar cell، الخلايا الشمسية. chemical energy زي اللي هي stored اللي موجودة في البطري، stored in battery اللي موجودة في البطري، بقول عليها chemical energy. number 7 sound energy، الطاقة الصوتية، produced from piano and radio، اللي زي من البيانو والراديو. يبقى احنا قلنا يعني ايه كلمة energy ability to do work، وخدنا forms of energy زي potential energy زي اللي هي stored in the car in the toy car، ولight energy produced by electric lamp and sun، وفي kinetic energy produced by fan and washing machine. في عندي الهيت انرجي produced by heater، وفي الالكتريك انرجي produced by solar cell، والكيميكال انرجي stored in the battery، وكمان الساوند انرجي زي اللي هو produced by piano and radio. هنتكلم بقى على اول حاجة الساوند انرجي، الطاقة الصوتية. يعني ايه ساوند انرجي؟ هي form of energy which is ear causing hear، هي شكل من اشكال الطاقة بيوصل للودن وبيسبب السمع. form of energy reaches ear causing hear، form of energy reaches ear causing hear، شكل من اشكال الطاقة بيوصل للود وبنسمعه بسميها sound energy. يبقى form of energy reaches ear causing hear. لو انا جبت المسطرة اللي احنا شايفينها الرولر ديت وثبتها وبدأت اهزها، بص الاقي ان في صوت بيطلع من المسطرة من الرولر، او التونينج فورك اللي هي الشوكة الرنانة، طول ما بهزها بتعمل sound energy. يعني sound energy ده يا جماعة produced from vibration of the object، بينتج من اهتزاز الاشياء. يبقى sound energy produced from vibration، produced from vibration، produced from vibration. هنتكلم بعد كده على changes of energy، تحولات الطاقة.
كلمة تحولات الطاقة أو changes of the energy معناها إن في طاقة بتتحول من حاجة لحاجة. أول حاجة changing potential energy into kinetic energy، تحول طاقة الوضع إلى طاقة الحركة، ودي هتمثلي العربية الزمبلك اللي هو العربية اللعبة. طبعا طول ما انا بلف الزمبلك او بعمل رولينج للسبرينج بلف السوسته، هبص الاقي ان العربيه بتكون واقفه في مكانها، يعني بتفضل ستورد ان بوتنشال انرجي. واول ما بسيب السبرينج السوسته بلاقي العربيه بتمشي، يبقى هنا تحولت طاقه البوتنشال اتحولت الى كاينتيك. نقول تاني، اول ما بلف السوسته بيبتدي يعمل ستورد انرجي للبوتنشال، بتتخزن الطاقه في صوره بوتنشال انرجي، واول ما بعمل ليفنج للسبرينج بسيب السوسته بتتحول الطاقه البوتنشال الى طاقه كاينتيك والعربيه بتتحرك. يبقى تشينجينج بوتنشال انرجي انتو كاينتيك انرجي زي اللي موجوده في التوي كار، قلنا البوتنشال انرجي دي ستورد انرجي بتتخزن ديورنج ريست اثناء الراحه، اما الكاينتيك لا هي كوزس موشن اوف ذا بودي بتسبب الحركه. اون روتيتنج ذا سبرينج لما باجي الف السوسته بيحصل ايه؟ بيحصل ورك في صوره كاينتيك انرجي، بيحصل له ستورد او بيتحول الى بوتنشال انرجي بيحصل لها ستورنج. يبقى لفه السوسته دي كاينتيك انرجي وكل حاجه، ولكن بتتحول الى بوتنشال وبيحصل لها ستورنج بتتخزن. ليفنج ذا سبرينج كل ما بسيب السوسته بيحصل ان الستورد انرجي دي بتتحول الى كاينتيك انرجي، البوتنشال انرجي تشينجد انتو كاينتيك انرجي. يبقى رولينج ذا سبرينج بيحصل ايه؟ ده نوع من انواع الكاينتيك انرجي بيتحول الى بوتنشال، والبوتنشال بيحصل له ستورنج بيتخزن. بعد كده ليفنج ذا سبرينج بسيب السوسته هبص الاقي ان الطاقه البوتنشال هتتحول الى طاقه كاينتيك. تمام كده؟ يبقى ان ذا فيلينج سبرينج لما باجي املا السوسته بتاعه العربيه وبعد كده ليت فري بسيبها بتتحرك، العربيه بتتحرك طبعا لان هنا الطاقه البوتنشال تشينجد انتو كاينتيك، ستورد بوتنشال انرجي تشينجد انتو كاينتيك. يبقى اول صوره من تحولات الطاقه اللي هي بوتنشال انرجي انتو كاينتيك انرجي، ودي بتفكرني بالعربيه الزمبلك. تمام كده؟ البوتنشال بيتحول الى كاينتيك. لفه السوسته دي يا جماعه رولينج ده نوع من انواع الكاينتيك، ولكن تشينجد انتو ذا بوتنشال انرجي بيحصل له ستورنج. ولما باجي اعمل ليفنج للسبرينج هبص الاقي ان بتتحول الطاقه البوتنشال تشينجد انتو كاينتيك. هناخد بعد كده تشينجينج، هناخد تحول الطاقه الكاينتيك بتتحول الى الكاينتيك، ممكن تتحول الى ساوند انرجي، ممكن تتحول الى هيت انرجي، ممكن تتحول لالكتريك انرجي. الطاقه الحركيه ممكن تتحول لساوند طاقه صوتيه، ممكن تتحول لهيت طاقه حراريه، ممكن تتحول لالكتريك طاقه كهربائيه، وهنشوف ازاي. اول حاجه changing الكاينتيك انتو ساوند، الطاقه الحركيه تتحول لصوت زي الفيولين، زي الجيتار، زي نويك ذا دور او اللي هو لما اخبط على الباب. طبعا الفيولين او الجيتار انا مجرد ما بعمل بتحرك بايدي الطاقه الكاينتيك دي بتتحول الى ساوند انرجي بسمع الصوت. يبقى هنا changing kinetic energy into sound energy زي الفيولين، زي الجيتار، زي نويك اون ذا دور. تمام كده؟ يبقى هنا الكاينتيك انرجي بتتحول الى ساوند انرجي زي ما احنا شايفين ان بيحصل فايبريشن، بيحصل ايه؟ فايبريشن. تاني حاجه عندي ان الكاينتيك ممكن تتحول الى هيت. ازاي؟ لما باجي اعمل رابنج هاند، لما باجي اسخن ايديا او بحرك ايديا بدفي نفسي في الشتاء، هبص الاقي ان الطاقه الكاينتيك بتتحول لهيت انرجي. عندي برضو المسمار لما باجي اعمل له هامرنج، لما باجي ادق عليه بالشاكوش هبص الاقي بيسخن، بيبقى هوت، هقول بيكوز برضو الكاينتيك اتحولت الى هيت انرجي. عندي المثال برضو زي ريموفينج النيل، لما اجي اشيل المسمار بالكماشه هبص الاقي ان المسمار برضو النيل ده بيكون سخن، بيبقى هوت. طب ليه هوت يا جماعه؟ هقول بيكوز الكاينتيك انرجي تشينجد انتو هيت انرجي. يبقى ليه رابنج هاند توجذر يو فيل وورم؟ هقول بيكوز الكاينتيك انرجي تشينجينج انتو هيت انرجي. عندي بقى changing kinetic energy into electric energy، تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، ودي زي الدينامو، زي الدينامو. عارفين دينامو العجلة؟ طول ما أنا العجلة بتتحرك أبص ألاقي إن النور بينور بتاع اللمبة، وكل ما أزود في حركة رجليا كل ما اللمبة بتنور أكتر. يبقى هنا بحول الطاقة الكاينتيك بتتحول إلى طاقة إلكتريك. طب لو أنا وقفت الحركة هتتوقف اللمبة عن إنها هي مش هتنور، يبقى ده معناها إن الطاقة الكاينتيك بتتحول إلى طاقة إلكتريك، وده اللي بيخلي اللمبة تنور. يبقى في الدينامو كاينتيك انرجي انتو الكتريك انرجي. وبرده لازم اخد بالي من حاجه ان الدينامو بيحول الطاقه الكاينتيك الى طاقه الكتريك، والالكتريك بتتحول الى لايت اللي هي اللمبه بتنور. يبقى الكاينتيك انرجي بيتحول الى الكتريك، والالكتريك بيتحول الى لايت في الدينامو. يبقى الكاينتيك انرجي بيتحول لطاقه الكتريك انرجي، كل ما بزود انكريز لي كل ما بزود الحركه، كل ما بزود سبيد بزود السرعه اللمبه بتنور اكتر، اللايت لامب انكريز. هقول لان الكاينتيك انرجي تشينجد انتو ذا الكتريك انرجي، والالكتريك انرجي بتتحول ان كونفرتد انتو ذا لايت انرجي.
تمام كده. طب ايه الجيتار بتحول الطاقة من ايه يا جماعة؟ هل من الكاينيتك للهيت، ولا من الكاينيتك للساوند، ولا من الكاينيتك للالكتريك، ولا من الكاينيتك للبوتنشيال؟ طبعا في الجيتار بتحول الطاقة الكاينيتك الى ساوند انرجي. الدينامو يا جماعة بتتحول الطاقة الكاينيتك لالكتريك؟ اه. طب بتتحول الكاينيتك للايت؟ برضو اه. طب هل بتتحول الكاينيتك لبوتنشيال؟ لا. يبقى هقول الإجابة A و B صح، لأن الطاقة الكاينيتك بتتحول إلى طاقة إلكتريك، والإلكتريك بتتحول إلى طاقة لايت إنرجي. نمبر 3 changing electric energy into other form of energy، يعني الطاقة الكهربائية ممكن تتحول لايت إنرجي، ممكن تتحول لكاينيتك إنرجي، ممكن تتحول لساوند إنرجي. يبقى الإلكتريك إنرجي ممكن تتحول لايت، ممكن تتحول لكاينيتك، ممكن تتحول لساوند. يعني ايه طاقه الالكتريك اتشينجد انتو لايت انرجي؟ زي اللمبه الالكتريك لامب. الالكتريك لامب يا جماعه اللمبه بحول الطاقه الالكتريك الى طاقه لايت انرجي. يبقى الالكتريك انرجي اتشينجد انتو لايت انرجي. عندي كمان الالكتريك انرجي ممكن تتحول لكاينيتك، زي مثلا الفان المروحه، زي الواشنج ماشين الغساله، وبرده زي الالكتريك ميكسر الخلاط. طبعا هنا كلهم بيتحركوا، يعني انا بحول الطاقه الالكتريك لطاقه كاينيتك، زي الالكتريك فان المروحه، زي الواشنج ماشين بيتحول من الكتريك الى كاينيتك، لان الحله بتاعت الغساله بتلف، يبقى برده من الالكتريك للكاينيتك. وبرده الخلاط هبص لان بيلف، يبقى من الالكتريك الى كاينيتك. عندي برضو الالكتريك ممكن تتحول الى ساوند، زي الراديو وزي اللاود سبيكر. برضو هنا الطاقة الالكتريك بتحول الى ساوند، وبرضو اللاود سبيكر من الالكتريك الى ساوند انرجي. هناخد نمبر 4 changing light energy into other form، ممكن الطاقة الضوئية تتحول لايه؟ تتحول لالكتريك، وممكن تتحول الى هيت. طب ازاي بقى ممكن احول الطاقة light energy الى electric energy؟ هقول زي السولار سيل. الخلايا الشمسيه دي يا جماعه موجوده على البيوت، موجوده على المستشفيات، بشوفها في اماكن كتيره. دي بتعمل ايه؟ بتعمل كولكت للايت، بتجمع اللايت انرجي وبتحوله الى طاقه الكتريك. يبقى السولار سيل بتحول من اللايت انرجي الى الكتريك انرجي. يبقى السولار سيل بتحول من اللايت انرجي الى الكتريك انرجي. طب ازاي بقى ممكن احول اللايت انرجي لهيت انرجي؟ زي السولار هيتر اللي هو السخان الشمسي. السخان الشمسي يا جماعه السولار هيتر دوت، ده بحول برده الالكتريك الى هيت انرجي. سوري انا اسفه، بحول اللايت انرجي الى هيت انرجي. يبقى السولار هيتر بحول من السولار انرجي او اللايت انرجي لهيت انرجي. يبقى بحول من اللايت انرجي الى هيت انرجي اللي هو السولار هيتر. وعلى فكره هنا لو انا جبت كولكتنج او كونفرجنج لينسز، عدسه كونفرجنج، هبص الاقي انها بتعمل، ممكن تحرق الورقه، لانها لو انا حطيتها في الشمس وحطيت تحتها ورقه ممكن تعمل بيرن للبيبر. هقول لان انا هنا حولت الطاقه اللايت انرجي اتحولت الى هيت انرجي. برضه لازم اقول حاجه في الباتري اللي هو البطاريه او الحجر بتاع الريموت. انا بحول من الطاقه الكيميكال لطاقه الكتريك، بحول من الكيميكال انرجي اتشينجد انتو الكتريك انرجي. يبقى احنا عرفنا في الدرس دوت يعني ايه كلمه انرجي، ability to do work، وقلنا الفورمز اوف انرجي عندي 7 فورم. نمبر 1 بوتنشال انرجي زي اللي موجود في التوي كار، لايت انرجي زي للصن والالكتريك لامب، والكاينيتك انرجي زي الفان والواشنج ماشين. وكمان عندي الهيت انرجي زي الهيتر، والالكتريك انرجي زي السولار سيل، والكيميكال انرجي زي الباتري ستورد ان باتري، والساوند انرجي زي اللي موجوده في البيانو والراديو. وقلنا يعني ايه ساوند انرجي؟ هي عباره عن فورم اوف انرجي، شكل من اشكال الطاقه، ريتشز اير كودنج هير، بتوصل للودن وبتسبب السمع. وطبعا الساوند انرجي بروديوسد فروم فايبريشن، بيجي من الحركه، يعني التونينج فورك طول ما بتتحرك بسمع صوتها، او المسطره برضو هنا كل ما بيحصل فايبريشن بتعمل الصوت. يبقى الساوند انرجي بروديوسد فروم فايبريشن. وكمان بدأنا نتكلم على اللي هي changes of the energy، تغيرات الطاقة أو تحولات الطاقة. عندي البوتنشيال بيتحول إلى كاينيتك، changing into kinetic، زي اللي في التوي كار العربية دي، إن أنا بعمل رولينج للسبرينج، في الحالة دي بعمل stored energy اللي هي اسمها البوتنشيال انرجي. وبعد كده لما بعمل بسيب ليفنج ذا سبرينج، بسيب السوسته، هبص الاقي ان العربيه بتتحرك موفينج ذا كار، هقول لان البوتنشيال اتشنجد انتو كاينيتك. تمام كده. عندي برضو كمان ان الطاقة الكاينيتك ممكن تتحول الى ساوند انرجي، ممكن تتحول لهيت انرجي، ممكن تتحول لالكتريك انرجي. عندي الكاينيتك اتشنجد انتو ساوند زي الفيولين وزي الجيتار.
تمام كده. وعندي برضو ان الكاينتيك ممكن تشنجد انتو هيت، بتتحول لطاقه حراريه زي رابنج يور هاند، وزي الهامرنج للايرن نيل، وزي كمان ريموفنج نيل فروم ذا وود. كل دول بص تلاقي ان بتحصل فيهم سخونيه او بتسخن فيهم، هنا بيسخن المسمار وهنا بيسخن المسمار وهنا بتسخن ايديا. هقول ان الكاينتيك انرجي تشنجد انتو هيت انرجي. عندي برضو الكاينتيك اتشنجد انتو الكتريك، ممكن الطاقه الكاينتيك تتحول لالكتريك زي الدينامو. الدينامو بيتحول من الطاقه الكاينتيك بتتحول لالكتريك، وبعد كده الالكتريك بيتحول الى لايت انرجي لان اللمبه بتنور. وكمان اتكلمنا على تشنجينج للالكتريك انرجي، ان الطاقه الكهربائيه ممكن تتحول لايت انرجي زي في الالكتريك لامب. تمام كده، الالكتريك لامب بحول من الطاقه الالكتريك للايت، وممكن برضو من الالكتريك لكاينتيك زي الفان او الووشنج ماشين او الميكسر. وممكن برضو الالكتريك تشنج انتو ساوند زي الراديو وزي اللاود سبيكر. وبرضه ممكن اللايت يتحول الى الكتريك انرجي زي السولار سيل، بحول الطاقه الشمسيه الى الكتريك انرجي، يبقى بحول من السولار انرجي للالكتريك انرجي زي اللي موجود في السولار سيل. وفي كمان عندي الهيت انرجي، بيتحول اللايت انرجي بتتحول لهيت انرجي زي السولار هيتر اللي هو السخان الشمسي. وبرضه قلنا ان البطاري، هنا بحول من الطاقه الكيميكال انرجي تشنجد انتو الكتريك انرجي. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.